جولتي ديالي اليوم راح تكون في أرومازون، خسرت 46.60 وهنا عندنا الأثمنة ديال لي برودوي اللي خديت. السلام عليكم، نتمنى لكم بخير وعلى خير واموركم جيده. وانتم كتفرجوا في لا فيديو ديال اليوم، مرحبا بكم على القناه ديالي دو ساشا بيوتي. الا كنتي اول مره غتفرج فيا مرحبا بك، ما تنساش بانك تابونا، دير لايك وتكومونتي الى لا فيديو عجبتك، وتشوف حتى لي فيديو اخرين الى لو كونتوني ديالي غيعجبك. سميتي سليمه و جو بارطاج وكنبارطاجي معكم بزاف ديال الوصفات الطبيعيه، كنفلوغي معكم، كنوريكم دي زاستوس اللي هما زوينين. اليوم شنو غنشارك معكم، مشيت لأرومازون حيت خاصني شحال من حاجة، وقلت علاش لا ما نوريكمش هذاك الشيء اللي شريت. يعني غنديروا انبوكسين ديال المشتريات ديالي. وكما عارفين أرومازون بالنسبة للناس اون اوروب اللي كيقلبوا على لي بودغ ايوبيديك، اللي كيقلبوا على الزيوت، اللي كيقلبوا على لي ويل اسونسييل، غتلقاوها في أرومازون، وأرومازون فيها لا كاليتي زوينه، وكاين حتى اونلاين، غيخلي لكم لو سيت ديالها هنايا. كما قلت لكم كتقدروا تشريو اونلاين، وكتقدروا تمشيو ديبلاصاو باش كتشريو. انا عارفه بان في فرنسا كاينه بزاف ابري في المدن، في الدول بلوتو الاخرى ما عارفاش واش كاينه ولا لا، مي كتقدروا بانكم تكومونديو اونلاين وكيجيكم داكشي فيما حبيتو. كنهضر على اوروبا ابري المغرب، جو بونس با كو كي ليفريو المغرب. باغ كونط راه كاينه اهرب، يعني اهرب حتى هي فيها بزاف ديال الحوايج اللي غاديين ينفعوكم. دونك دابا غنوريكم المشتريات ديالي اللي خديت من ارومازون. دونك خسرت بليز او موان واحد 50 اورو اللي هي 500 درهم. شريت هاد الشيء ب 46.60 باش نكون بريسيز افيك فو. غنوريكم اشنو خديت. غنبداو بالزيت، يا لالا زيت الحشيش. زيت الحشيش اللي هي ويل دو شومبر زوينه بزاف، وكتبروتيجي لنا لي بيديرم ديالنا، و انوزيد افير بوسي لي شوفو ديالنا الا كنا كنديروها كل مره. كنقدو نديروها زعما بوحديتها، كم كنقدو نخلطوها مع دوطغ ويل باش كتعطيكم نتيجه احسن. يعني حساب انت واش عندك دوطغ ويل ولا عندك غير هاد. حتى زيت الحشيش الا درناه بوحديته كيعطينا نتائج اللي هي زوينه بزاف. دابا غندوز للزيت الثانيه اللي هي زيت الموطارد. زيت الموطارد اللي هي زيت الخردل بالنسبه للناس اللي ما كيعرفوهاش. وزيت الموطارد معروفه من هذه الشحال، ومعروفه بلوس في الهند. الهند كيديروا هذا الزيت بزاف، هي اللي كتعطيهم هذيك اللمعان زوين في شعرهم، وحتى هي كتعمل على كثافه الشعر وكتعالج تساقط الشعر. زيت الخردل ولا الموطارد نشوفوا شنو كاتبين عليها. كاتبين عليها الي تري يوتيزي اون اند، وداكشي اللي قلت لكم في الاول بور لي سوان كابيلير. وهاد الزيت معروفه بانها كتقوي لينا فروه الراس، وبانها ال فورتيفي لي لونغور، يعني كتكثر لينا لي لونغور، و ال فافوريز لا بوس دي شوفو، يعني كتعاوننا اوسي باش كينوض لينا الشعر ديالنا وكيكتاف لينا كما قلت لكم. ولا كومبينيزون ديال هاد الجوج راه جوست مانيفيك. الا عندكم مشكل نعاود نقولها، الشعر ديالكم كيعكز ما كيبغيش ينوض لكم، الشعر ديالكم عندكم مشكل في لي لونغور، مقصفين مهرسين، لا كومبينيزون ديال الموطارد والشامبو واعره بزاف. غندوزو دابا الحاجه الثالثه. هاد كما كنقولوا اليوم شنو شريت، هاد لا كوموند فيها غير لي زويل حيت هما فريمون اللي كانوا خاصيني. بالنسبه للي بودغ، الا كنتو كتشريو لي بودغ من ارومازون، راه لي بودغ كيديو لكم بزاف. وكما عارفين بان لي بودغ راه ما كتستعملوهمش دائما، ماشي كل سيمانه كتستعملوهم، هكا مره في 3 سيمانات ولا مره في الشهر. غندوزو الزيت الثالثه واللي هي اموندوس، اللي هي زيت اللوز الحلو. زيت اللوز الحلو زيت ادوسيسانت، يعني مغذيه هيدراتانت للوجه ديالنا، وكنقدروا نستعملوها سواء للشعر ديالنا في لي لونغور، كنقدروا اوسي نستعملوها في الخلطات الا بغينا نديروا ان ماسك للوجه ديالنا، ولا بغينا نديروا ان غوماج كوربوريل. الا لاحظتوا بانني شاركت معكم شحال من مره ملي كندير ان غوماج ديال لو كور، كنحط فيه الزيت اللوز الحلو، الخصائص ديالو عده وعده، وحتى هو كما كنقولوه حبيب، وكانوا كيستعملوه الاجداد ديالنا. غندوز دابا لواحد الزيت اللي غنشرحها لكم باش نعرفكم واش فوزالي لا ديفيني اون با. هاد الزيت زوينه بزاف، لي زونغ ديالنا، الحجبان ديالنا، واللي سيل ديالنا اللي فورتيفي وكتكتفهم، زوينه بزاف للشعر ديالنا، كتقوي لنا الشعر ديالنا اللي فورتيفي، ومزيانه بزاف للشعر اللي كيكون الزغبه ديالو ايبيس والشعر كريبو كاسون.
عرفتوها عرفتوها. دونك هاد الزيت هي زيت الخروع. زيت الخروع معروفه منذ القدم والخصائص ديالها كما شرحتهم لكم في الاول، راهم عده وعده، زوينه بزاف للشعر وزوينه بزاف لي زونغ. الا كان عندكم مشكل في لي زونغ زوينه بزاف لانها كتكثر لينا الحواجب ديالنا وليسي ديالنا. بالنسبه لليسي اللي هما هادو ما تكتروش بزاف وما كتحطوش واحد الكوش اللي هي ايبيس على السيل ديالكم هكا باش ما كتدخلش لكم الزيت وما يكونوش مشاكل من بعد. غندوزو دابا البرودوي الرابع واللي هو اوسي عباره على زيت، زيت لافوكا. شكون ما كيعرفش زيت لافوكا؟ زيت لافوكا زوين بزاف بالنسبه لي شوفو سيك كي مونكون اون فادير دي هيداتاسيون، لي شوفو كاسي، لي شوفو كريبو. زوينه بزاف، كتقدروا تستعملوها في لي لونغور وحتى في لي راسين باسكو الزيت ديال l'avocat ça nous aide aussi à ça aide à faire pousser les cheveux يعني تكتف لينا الشعر ديالنا. وحتى هي سي اون ويل هيدراتانت نوريسانت اللي كنقدروا نحطوها هكا على لو كور ديالنا الا كنا اون ا بيزوان ديدراتاسيون، ما كانش عندنا شي حاجه، عندنا غير زيت لافوكاز. زيت لافوكاز زوينه بزاف، غير وهي الريحه ديالها شويه فورت بور لا ليسي توت سول سور لو كور. بور اير اونيت انا ما كنتحملش الريحه ديال لافوكا تبقى ليا في لو كور ديالي. ابري سي كيسيون دو غو. غنخليكم حتى هي الخصائص ديالها هنايا وغنخليكم الثمن ديالها هكا يكون عندكم كل شيء موجود. دوزو دابا زيت البروكولي. ايه زيت البروكولي كنهضر مع عليها ديما. زيت البروكولي هي واحد الزيت كتزوينه بزاف بالنسبه للشعر اللي كيتهرس، لي شفو كاسون، لي شفو كريبو، لي شفو سنسيبل. الشعر اللي كنقولوا بحال مثلا كتغسل شعرك اليوم من بعد 3 ايام ولا 4 ايام كتحس بان هنايا ولاو عندك لي فورش ولا الشعر ديالك ناشف بزاف وطالع السما، كتقدر ولا ما كتغسلو كتاخذ غير شويه ديال هاد الزيت ديال البروكولي وكديرها هنايا بور هيدراتي لي شوفو ديالنا. كاين اوسي الناس اللي كي زعما يبوكل لوغ شوفو بواحد لا روسيت كتكون مخلطه فيها هاد البروكولي. البروكولي واللي هو هذا ما عرفتش سميتو بالعربيه، كنقولوا ليه واقيلا البروكولي. علاش خديت 30 مليلتر؟ باسكو البروكولي غالي بزاف. دونك غير هذه بركه عليا، غنخلي لكم حتى هي الخصائص ديالها هنا والثمن ديالها. غندوزو دابا البور دو كاريتي، زبده الشيا. شكون اللي ما كيعرفش زبده الشيا؟ واللي انا بالنسبه ليا واحد لو برودوي سورتو الا كنتي كتهلاي فراسك بزاف خاصو ضروري يكون عندك في البانيه ديالك في لاتروس ديالك. علاش؟ حيت كتستعمليه في كل شيء، سي ان باس بارتو اللي كتقدري ديريه كوم اون كريم لو كور ديالك كامل وريحته زوينه، اللي كتقدي ديريه لشعرك، اللي كتقدي ديريه لوجهك، اللي كتقدي تبلاكي به شعرك سي تي فو بلاكي تي شوفو انت ودغيا. زعما دغيا كتحطيه هنا كيمشي زعما سا سابسورب سوبر فيت وريحته زوينه. الريحه ديالو نادخ زعما ماشي شي ريحه ديرونجونط. غنخلي لكم حتى هو الخصائص ديالو هنايا. راه كيرطب الشعر ديالنا، كنديرو في لي ماسك دي سيشونط اللي كترطب لينا الشعر ديالنا، لي ماسك هيدراتون بور لي شوفو. كنستعملو اوسي الوجه ديالنا وكما قلت لكم لو كور ديالنا. غندوزو دابا لا نوفوتي اللي لقيتها مع الباب اون فوا دخلت مع امازون، اللي هي هادي ان سيروم كونسنتري في الفيتامين سي وفي 10% في الفيتامين سي، فيها 10% في الاستاكزانتين. هذا سام انتي اوكسيدون وكيعطي واحد ليكلا اللي هو زوين. كاملين عارفين الخصائص ديال الفيتامين سي وباننا خصنا نديروها سورتو دابا ملي كيبدا الخريف ولا الشتا، خصنا الوجه ديالنا الى بيزوان ديال فيتامين سي. دونك كما كاتبين هنا هذا السيروم اي بروتيج دي راديكو ليبر و il booste la synthèse de collagène يعني كينتج لينا بزاف الكولاجين، كيساعدنا على انتاج الكولاجين. il réduit les taches brunes. بالنسبه للناس اللي عندهم لي تاش برون هذا كيعاوننا بان تحيد لينا مع الاستمراريه وكيعطينا واحد لو فيزاج فيرم اي تيرن. دونك هو هذا ديال لا فيتامين سي. دابا غندوزو لي دو ديرنيير برودوي. بقات عندي لويل اسانسييل ديال لا مونت بوافري. لا مونت بوافري اللي هي نعناع البلدي ولا العبدي. دونك هاد النعناع لا مونت بوافري زوينه بزاف لو كوير شوفولي، يعني انا ديما كندير هكا قطرات منها في كاع الوصفات اللي كندير حيت زوين كتنقي لينا الكوير شوفولي ديالنا فروه الراس وكتساعدنا على تحريك الحركه الدمويه في لا سيركولاسيون سانغين في الراس ديالنا. دونك الخصائص ديالها زوينه بزاف والريحه ديالها زوينه والفعاليه ديالها زوينه. غير هي كما قلت لكم ويل اسانسييل يعني زيت مركز، كنديروا قطرات ما كنديروش منها بزاف. وغندوز هنايا هذه تاع نسد لاكاس ولا الحرام
الماركتينغ الماركتينغ حاطين دي برودوي زعما الا نسيتي ولا شي حاجه ضروري يجبدوا منك شي حاجه حاطين هاد الفيردي سي ويل سوا اونغل ديال الضفار وديال لي كيتيكول كيتيكول يا هاد وانا ضفاري صغيرين دونك خديت هذا بور فورتيفيي لي زونغ ديالي غنجربو وغنقول لكم هذا سي لا بروميير فوا اللي غنديرو دونك فوالا لا فيديو ديالنا وصلت للنهايه ديالها هضرت لكم كاع على لي برودوي اللي شريت نتمنى بان لا فيديو تكون عجبتكم ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم الا عندكم دي كيسيون نيسيتي سورتو با جو سوي لا بور سا الا بغيتي نهضر لكم على اوتر شوز قولوها لي على راس العيد و سي و فولي كو جو اكونباني باش ديروا شي حاجه قولوها لي حتى هي و بيان سور فاسرا بك ان كون بليزير نقول لكم تهلاو فراس never give up يعني اي حاجه درتيها فراسك غتوصلي ليها غتوصلي ليها سي tu fais un projet كملي حتى الاخر tu vas échouer la première la deuxième la troisième la quatrième la cinquième fois mais tu vas finir par réussir كوني persévérante كون persévérant وعمرك ما تندم bye bye